60 دقيقة مع ناصر قنديل. برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. 60 دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. سلام القدس عليكم أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 73 من عام 2018. في هذه الحلقة سنتوقف أمام كل المحاور التي يشتغل عليها المشروع الأمريكي ويدعي بأنه يحقق فيها الإنجازات ويرسم الأمال والأحلام للمشتغلين تحت لوائه، موحيا بأن تحولات كبرى سوف تجري بالمنطقة وأنه ليس عليهم سوى الانتظار والاستعداد لقطف الثمار، فيذهب المغفلون في هذا الخيار، وبعض من ينتبه يستلحق بصورة مستعجلة كي لا يدفع ثمن الفاتورة، لأنه في نهاية المطاف سيدفع الثمن من يبقى أخيرا. طبعا أول الموهومين وآخر الذين سيستفيقون هم السعوديون الذين ربطوا مصيرهم بمصير مشروع ترامب، ومشروع ترامب كأي مشروع رأسمالي يستطيع أن يضحي بالشركاء، المهم ألا يخرج خاسرا من الصفقة. هذا هو المنطق الذي يشتغل به ترامب، وبالتالي نحن الآن أمام أشهر فاصلة حاسمة تحدثنا عنها في حلقات سابقة، قلنا حتى نهاية هذا العام سنكون أمام مستجدات ومتغيرات على مدار ليس الشهر فقط ولا الأسبوع بل ربما اليوم والساعة. والمشروع الأمريكي كان يقوم بالأساس خلال هذه الفترة على تفادي المواجهة المفتوحة، هذه نقطة البداية التي قلت وأعيد، إياكم أن تقعوا في خطأ التوقع أن الأمريكي سيذهب إلى مواجهة مفتوحة، هذا غير وارد على الإطلاق. في عهد ترامب لو كانت المواجهة المفتوحة خيارا له نسبة 1% لما تركت الغوطة تحرر من قبل الجيش العربي السوري، هذا واحد. لما خرج من التفاهم النووي مع إيران وسأشرح لماذا، لما ذهب إلى إلغاء صفقة إلى إلغاء خط التفاوض وطرح سقفا مستحيلا للتسوية اسمه صفقة القرن. هذه الإشارات التي يعتقد البعض بأنها إشارات تصعيد هي في الواقع إشارات الانسحاب. لماذا أقول هذا؟ أقول إن الأمريكي إذا كان يريد أن يذهب إلى المواجهة المفتوحة هو يحتاج في هذه المواجهة إلى شريك أساسي هو أوروبا، ويحتاج في هذه المواجهة إلى تحييد طرف أساسي هو روسيا. لا يمكن بشكل من الأشكال في أي وهم من الأوهام الرهان على شراكة أوروبا وتحييد روسيا وأنت تذهب إلى الانسحاب من التفاهم النووي وأنت تذهب إلى إسقاط كل أشكال التفاوض حول القضية الفلسطينية. عندما تقرر الإدارة الأمريكية أنها ذاهبة إلى الانسحاب من التفاهم النووي، وعندما تقرر الإدارة الأمريكية أنها ذاهبة إلى الانسحاب من خط التفاوض في القضية الفلسطينية وترفع السقوف بما يرضي الإسرائيلي فقط، حتى السعودي يعلم بأن هذا فوق طاقته على الاحتمال، ولذلك هو الآن لا يجرؤ على الإعلان أنه شريك في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولا يجرؤ على الاعتراف بأنه شريك في توطين الفلسطينيين وفي إسقاط حق العودة. الإسرائيلي بالنسبة للأمريكي هو المطلوب إرضاءه. لماذا؟ لأن الأمريكي يدرك أنه طالما المواجهة المفتوحة مستبعدة فإن عليه ألا يدفع ثمن الغضب الإسرائيلي. أين؟ داخل أمريكا. كل ما نراه الآن هو إبراء ذمة أمريكي أمام الإسرائيلي، إن أنجز فهذا عظيم. يريد الإسرائيلي أن ننسحب من التفاهم النووي، ويريد أن نعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويريد أن نلغي حق العودة، ويريد أن نصعد في سوريا، ويريد أن نوحي بأننا ذاهبون في العقوبات على إيران إلى درجة ألا عودة. سنفعل هذا، لكن في نهاية المطاف إذا لم يؤدي هذا إلى تحسين وضع إسرائيل وإلى نيل المكاسب التي تسعى إسرائيل إلى نيلها لتحسين وضعها في وجه انتصار محور المقاومة الذي بات قدرا لا مفر منه وبات نهاية حتمية للتطورات القائمة،
إذا فشل الإسرائيلي فالأمريكي لا يتحمل مسؤولية الفشل، وسيكون عليه أن يحتضن الإسرائيلي بالحدود المتاحة بأن يأتي إلى تسويات هي أفضل الممكن. إذا أخذنا المصلحة الأمريكية الصرفة، يعني لن تخيل أن المنطقة ما فيها إسرائيل، الأكيد الأكيد أن التسوية كانت تمت منذ زمن، من اللحظة التي اكتشف فيها الأمريكي أن لا إمكانية لانتزاع تنازلات من روسيا لا في سوريا ولا في العلاقة مع إيران من تلك اللحظة. وهذا مش جديد، يعني هذا من اللقاء الأول الذي جمع ترامب وبوتين. يعرف ترامب هذه الحقيقة، يعرف أن روسيا لم تأتي إلى سوريا المطوقة من أربع الجهات بالأمريكي. عندما جاء الروسي إلى سوريا، الأمريكي موجود في تركيا، والأمريكي يحتل العراق، والأمريكي موجود في الأردن، والأمريكي حليف استراتيجي لإسرائيل، والأمريكي موجود من خلال جماعات 14 أذار في لبنان، والجماعات الإرهابية على الحدود اللبنانية السورية، داعش والنصرة وسواهما. ويأتي الروسي ليتموضع في قلب هذا الحصار، هذا يعني أن الروسي كما سبق وشرحت أخذ قرارا استراتيجيا ممنوع الهزيمة فيه. ماذا يعني ممنوع الهزيمة؟ يعني أن الحلف الذي أقامه مع سوريا وإيران تحت عنوان استرداد كامل الأراضي السورية التي كانت تحت سيطرة الدولة السورية عام 2011 في ظل الدولة السورية برئاسة الرئيس بشار الأسد، هاي معركة كسر عظم مع أمريكا، مجرد المجيء يعني وضعت كل الحسابات، ومن الحسابات احتمال الصدام مع أمريكا، ومن الحسابات احتمال إلغاء التفاهم النووي. وإيران وضعت في حسابها هذا، ومخطئ غبي من يظن أن أول بند كان على جدول أعمال إيران عندما قررت هي وروسيا أن يأتيا معا، والروسي لم يأتي إلا عندما حصل على الضمان بأن إيران معه حتى النهاية. وبالتالي عندما وصل الأمريكي إلى اليقين بأن إيران وروسيا عازمتان، معركة حلب لحالها كانت تكفي للاستنتاج بأنه ما في إمكانية، المعركة مكملة، والذي ربح معركة حلب في ذروة التصعيد الأمريكي وفي ذروة الاستعداد التركي للاشتباك وفي ذروة العربدة الإسرائيلية وامتلاكها حرية التحليق في كامل الأجواء السورية، للي بيتفلسفوا اليوم على رمايات الصواريخ الإسرائيلية بين فترة وأخرى لتسجيل الحضور، للتعبير عن الغيظ، لمحاولة الاستدراج إلى مواجهة، لرفع معنويات فاشل للجماعات المسلحة. لا نفعت الغارات بالغوطة الشرقية، ولا نفعت الغارات بجنوب سوريا، واللي بيحاولوا يستعملوا هذا للمزايدة على الدولة السورية لوضعها في زاوية أن الأولوية هي الرد على الضربة الإسرائيلية، لأنه ما بصير كرامتنا بالداء، على أساس الدولة السورية ما عندها كرامة. عندها كرامة لكن عندها أولوية. عندما تكون أمام عدوين في آن واحد، واحد يرمي القاذورات في حديقتك وواحد يحتل بيتك، عليك أن تبدأ بتحرير البيت ومن ثم تتجه نحو الذي يرمي القاذورات في الحديقة. هاي حقيقة الأمر. والذي يرمي القاذورات في الحديقة يريد أن يشاغب كي يستدرجك إلى الخارج، لأنه خائف من أن تحسم معركة الداخل وتتفرغ له. وبالتالي المعركة ليست مع إسرائيل في هذه اللحظة، والأمريكي ليس هو الطرف المعني بالاشتباك في هذه اللحظة. كل هذا الضجيج الذي يثار بوجه سوريا مبني على يقين بأن الجيش السوري سينتصر وبأن الجغرافيا السورية ستكون بيد الدولة السورية، لكن كل المراد هو محاصرة الشركاء في هذه الحرب التحريرية اللي هم روسيا، إيران، الدولة السورية، قوى المقاومة، للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى مساومات تفتح باب الوصول إلى تسوية من ضمنها قدر ما من الأمن الإسرائيلي، وهو الخط الأحمر المرفوض قطعا من سوريا، إيران، وقوى المقاومة. روسيا ما نطرف فيه، لكن روسيا لن تتخلى عن إيران وسوريا وقوى المقاومة، ولن تدخل في اشتباك معهم إرضاء للأمريكي فتخسر كل الإنجاز الذي تحقق في قلب هذه المواجهة المفتوحة على مدى أعوام، بل ترى روسيا بأن المزيد من القوة لحساب إيران وسوريا وقوى المقاومة بوجه إسرائيل هو الشرط الضروري، للذين يتساءلون عن حقيقة الموقف الروسي، هو الشرط الضروري لإجبار إسرائيل على المجيء إلى تسوية تستطيع روسيا أن تغطيها، تسوية للقضية الفلسطينية وللأراضي العربية المحتلة وفقا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة. لا يا العمة،
وبالتالي في تكامل استراتيجي هنا في الفهم. الأمريكي يخوض كل معاركه أملا بأن يحقق هذا الإنجاز، يأخذ تنازلا، يأخذ مساومة، ومحور المقاومة يخوض هذه المعركة بأن لا إنجاز ولا مساومة لحساب المشروع الأمريكي، أي لحساب أمن إسرائيل. طيب تدور المواجهات، وين عم بتدور المواجهات؟ مرة أخرى خلينا نرجع نعمل استعراض ساحة بساحة. رح بلش من اليمن. عطل السعوديون بصورة مطلقة أي فرصة للوصول إلى تسوية والوصول إلى إطلاق المحادثات في جنيف. شو النتيجة كانت؟ طيب عطلوها بذرائع أنه ما بدنا نخليهم ياخذوا جرحى، نحن مطار صنعاء نحن مسيطرين عليه. ورد الحوثيون بأننا لن نذهب من مطار صنعاء ما دام تحت الوصاية السعودية. عظيم. النتيجة ما صارت مفاوضات، مراهنين على شو؟ هجوم الحديدة رقم 2. طيب خاضوا الهجوم، ما هي النتيجة الآن؟ فشل ذريع. الكيلو 16 الذي دارت عليه المعارك الطاحنة كسرت فيه الإمارات والسعودية ومعهما تنظيم القاعدة، وتمكن الحوثيون من فرض إرادتهم ومن فرض سيطرتهم ومن إعادة إنتاج المعادلة نفسها التي نتجت عن معركة الحديدة الأولى. يعني أمل بتحقيق تقدم عسكري صفر، ما في إمكانية. طيب هاي ساحة اليمن، شو الآفاق المفتوحة قدامهم؟ كلما تم التصعيد بالقصف وارتكاب المجازر الرد بصواريخ على العمق السعودي وبطائرات مسيرة باتت تصل إلى دبي وإلى أبوظبي. هل هذا أفق يمكن أن يراهن عليه أنه يحقق مكاسب وإنجازات لحساب الضغط على قوى المقاومة لتقبل بتنازلات تضمن قدرا ما من الأمن الإسرائيلي؟ أبدا. صفقة القرن اللي معتبرين أكتار بأنه هي أداة ضغط، وأنا برأيي ليست أداة ضغط، العكس هو الصحيح. أنا رأيي أكبر ضغط يمارس على محور المقاومة وأكبر خطر يستهدف محور المقاومة أنه بكرة تطلع أمريكا تقول إن القدس موضوع تفاوض، ونحن نرى أن لا مانع بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة إسرائيل لدولة فلسطين إذا قبل الإسرائيليون هذا حق العودة. يجب الوصول إلى تفاهم حوله قبل وقف أي دعم للاجئين من خلال منظمة الإنروا، وأمريكا ستواصل مسؤولياتها، والتفاوض هو الطريق. بيأخذوا 70% من الشعب الفلسطيني وراء السلطة الفلسطينية إلى مفاوضات كالتي بدأت قبل 20 عام أو 25 عام ل25 عام أخرى. ما يجمد النضال الفلسطيني، ما يضعف المقاومة في فلسطين، ما يفت في عدد الإرادة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل، ما يحقق الراحة والأمان لإسرائيل، هو تحويل مشروع المقاومة إلى مشروع نخبوي غير شعبي، إلى أخذ الكتلة الأساسية من الشعب الفلسطيني بوهم التفاوض، إلى تبييض صورة النظام العربي الرسمي بصفته ضرورة. يا أخي معنا مفاوضات مع إسرائيل، ومين بيضغط على إسرائيل؟ أمريكا. ومين بيأثر على أمريكا؟ حلفائها العرب. فبالتالي لازم تضل صورة الملك سلمان وصورة الرئيس المصري وصورة الأمير قطر وصورة 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 بالبيوتات والصالونات الفلسطينية لإرضاء هذه المواقع العربية، لأن التفاوض هو الرهان الرئيسي. لما بيصوت التفاوض كرهان رئيسي، مين بيسترجي اليوم بيطلع يقول بدنا نعمل مفاوضات؟ ولا حدا. محمود عباس صار متطرف أكثر مننا أنه لا مفاوضات، أمريكا سقطت كوسيط. ليش؟ لأنه ما في شيء ممكن أن يتبناه من الطروحات الأمريكية ويبقى موجودا مع الشعب الفلسطيني. بيقتلوا الفلسطينيين أنه القدس راحت، أمريكا سلمتها لإسرائيل، فبالتالي شو بك تروح تفاوض بالقدس؟ بحق العودة أسقطته أمريكا، فشو بقي عم بيفاوضوا عشو؟ وبالتالي إسقاط التفاوض يعني جعل الشعب الفلسطيني بكامله وراء قدر المقاومة، مش خيار المقاومة. لم تعد المقاومة خيار، صارت قدر. هي أكبر هدية لخيار المقاومة، هي أكبر هدية لمحور المقاومة. بده يشتغل محور المقاومة 20 سنة أضعاف أضعاف الجهود التي يبذلها ليقنع الفلسطينيين بالخروج من المفاوضات لو كان الأمريكي يضع على الطاولة شروط قابلة للتسويق يمكن الأخذ بها، يمكن أن تنطلي على فئات من الشعب الفلسطيني. وبالتالي هاي الساحة الفلسطينية هلأ هو مذعور، مش قادر يتحمل طائرات الورق الفلسطينية، مش قادر يتحمل البالونات الحرارية، مش قادر يتحمل مسيرات العودة التي تتكرر كل يوم جمعة واللي هلأ امتدت لتصير مسيرات بحرية واللي معها عم تجي سفن من الخارج باللاجئين. وهذا صراع مفتوح ممكن يضل 2 و3 و4 تحملون إسرائيل. طيب اللي بيقرأ تقارير الأمن الإسرائيلي حول تقدير الموقف الاستراتيجي، شو يعني أنه إسرائيل تقول بأن سلاح الطيران لم يعد كافيا؟ ما هي قامت على سلاح الطيران،
شو يعني إسرائيل تقول إن الدبابة لم تعد كافية وإن علينا الذهاب إلى التركيز على سلاح الصواريخ؟ تعرفوا شو يعني العودة إلى سلاح الصواريخ؟ هاي نظرية الرئيس حافظ الأسد بالرد على التفوق الإسرائيلي في الجو، في سلاح الجو وفي سلاح المدرعات، هو باعتماد سلاح الصواريخ. وسوريا اللي بنت هي منظومة خاصة لصناعة الصواريخ، وهذا الأمر معروف، لتشكل دولة الصواريخ الأولى في المنطقة، ومن ثم المقاومة سلكت هذا الطريق، وإيران سلكت هذا الطريق، وهي مدرسة بالمناسبة في الحرب، هي المدرسة الكورية. هاي المدرسة التي تقوم على أن الدولة التي لا تملك تقنيات متفوقة في مجال الطيران وفي مجال الدبابات عليها أن تعتمد سلاح الصواريخ، للي بيقولوا كوريا الشمالية مشال مشحرين هون. هول ابتكروا هذه النظرية وهم آباء سلاح الصواريخ في العالم كله. هلأ ما إسرائيل جاي بدها تلحق سوريا اللي عندها مخزون بعشرات الآلاف من الصواريخ البعيدة المدى، أنه هلأ عندها خطة خلال سنتين لازم تكون أنتجت 10,000 صاروخ، وهي تتحدث عن حزب الله الذي يملك 250,000 صاروخ. وبالتالي إسرائيل المأزومة استراتيجيا العاجزة عن دخول حرب والعاجزة عن الذهاب إلى سلام هي إسرائيل مرعبة ومقلقة، هي إسرائيل مذعورة وقلقة مش مقلقة. طيب هاي الجبهة الإسرائيلية وهي جبهة اليمن، نجي على جبهة العراق. قبل جبهة العراق نروح على جبهة العقوبات على إيران، اللي الكل مفكرين هلأ جاي تشرين تاني ويا لطيف شو حيعملوا الأمريكان بتشرين تاني. قالوا بدنا نوقف النفط، ما نخلي إيران تبيع برميل نفط، ما نوصلها إلى صفر مبيعات. طيب في تصريحين لوزير الخارجية الأمريكي من كم يوم، واحد من 3 أيام واحد من يومين، بومبيو مايك بومبيو، بيقول بتصريح من التصريحين أنه إيران تبيع المسلمين مقابل النفط. شو الموضوع؟ أنه إيران مش يعني ساكتة عن الصين وارتكابات الصين بحق مسلميها، بوقت هي تدعي أنها دولة إسلامية تحمي الإسلام، مقابل أنه الصين تشتري منها نفطا. طيب طبعا هذا الكلام بيضحك، لأنه أصلا المسلمين إذا عندهم قضية فهي ليست هلأ مسلمي الصين، قضية المسلمين من 100 سنة وجاي هي فلسطين، وبفلسطين هي القدس. طيب إذا هاي حالة إيران يخيب لنا، إيران عم تبيع المسلمين وتساوم عليهم لقاء مصالح، شو بده ينقال عن اللي ماشيين وراء أمريكا من المسلمين لكان؟ وأمريكا تبيع القدس وتدعوهم لبيع القدس، يعني مبين إذن كلام ما بيتاخد. طيب شو هدفه يقول بومبيو لكان؟ شو وظيفة هالكلام؟ هذا كلام ما بيحرض على إيران، لأنه يعني حدا بيشوف الأشي بعين الآخر والجمل بعينه. يعني السعودية اللي ماشي وراء أمريكا، وأمريكا علنا تقول القدس عاصمة لإسرائيل، أيهما أصعب؟ أنه إيران متهمة بأنه في مسلمين والله مش مدين حقوقهم بالصين، وكيف هي عاملة على الأقل ليست تابعة للصين، تتاجر مع الصين لكن ليست هي تابعة للصين، أنتوا تابعين لأمريكا. يعني أنت الأمريكي عم تحكي عن إيران هيك، شو حال حلفائك أو جماعتك بين العرب والمسلمين؟ فإذا ليش بدك تعطي هالتصريح اللي بيضر جماعتك، اللي بيأذيك وبيأذيهم، ليقول أنه الصين ستبقى تشتري النفط الإيراني ونظام العقوبات قد فشل، ليعترف بأنه خي مش قادرين نعمل شيء، أنه هلأ طلعت المشكلة أنه إيران متنازلة عن المسلمين مش أنه هو مش فعال عقوباته. للتأكيد على هذا بيطلع من يومين بتصريح تاني بيقول أنه نحن مضطرين أن نأخذ بعين الاعتبار الحاجة لإعفاءات للعديد من الدول في قضية العقوبات. طيب طلعوا بالخريطة بتلاقوا أنه في قرار إيراني أولا، وأنا أستطيع أن أجزم لكم أنه إذا وصلت عملية العقوبات إلى الحد الذي يخنق إيران سيغلق مضيق هرمز، هذا قرار نهائي بإيران. عند الأمريكي حل من اثنين، يا بيقبل تروح الأمور على إغلاق مضيق هرمز، وهذا يعني أنه كما شرحنا ونعيد، أولا أنه في 17 مليون برميل يوميا بده يبطلوا ينزلوا على السوق العالمي، معناته برميل النفط بده يصير ب 300 و 400 و 500 و 1000 دولار. اثنين أن روسيا ستكون المستفيد الوحيد لأنها الوحيدة القادرة على تلبية حاجات السوق العالمية من النفط، وبالتالي هذا يعني وضع 1 تريليون 2 3 4 5 في الخزائن الروسية، يعني ما في غير الغبي بيعملها. وبالآخر إذا بده يخوض حرب فهذه حرب سنة وسنتين وثلاثة، ما بده ينفي الحرب يا سيدي، خلي يروح يخوض حرب، حرب سنة وسنتين وثلاثة، سنة وسنتين وثلاثة بهيك وضع النفط أوروبا كلفة خاطرك، معش في أوروبا، يابان معش في يابان،
ماذا اقتصادهم قائم على الطاقة، وبالتالي هذا يعني تغيير كل الجغرافيا السياسية بالعالم. يريد بيعملها وما عمل الحرب، إغلاق مضيق هرمز سيبقى قائما حتى يتراجع الأمريكي. أي غبي بيرتكب هالحماقة وبيقبل هزيمة شنيعة. لذلك هو من هلأ عم بيهيئ أنه ما رح فينا نروح على العقوبات على الآخر. فإذا هاي هو سلاح العقوبات، وإيران عم بتقول هرمز ورفع التخصيب، واثنين مجبر الأمريكي إذا حدثا أن يذهب إلى الحرب. هو جاهز للحرب؟ ما هو لو جاهز للحرب نرجع من عيد، ما بيعملها على هاي، كان بيعملها ومعركة الغوطة في أولها. وبرجع بذكركم شو قلت أنا عن معركة الغوطة، قلت هاي المعركة الوحيدة اللي في قرار بمجلس الأمن بموافقة روسيا والصين من أيامها الأولى بوقف إطلاق نار لمدة شهر كامل. كان بيقدر الأمريكي يقول أنه سوريا لم تلتزم بقرار مجلس الأمن، وهذا هو السلاح اللي بده إياه. هذا ما حصل عليه لا سلاح ولا معركة أخرى، ولم يحصل عليه لا بإدلب ولا بموضوع إيران، لأنه بإيران هو الذي انقلب على قرار مجلس الأمن الذي أقر التفاهم النووي مع إيران. إجاء قرار مجلس أمن وقعدوا درسوا الأمريكان، منن أغبياء، لا بيعرفوا منيح، وكان مستشار الأمن القومي ماكماستر قاعد قدامه المعلومات والمعطيات آنذاك اللي بتقول إنه نحنا إذا بدنا نعمل حرب هلأ بنعمل الحرب. هاي فرصة لا تفوت، أولا لأنه معنا قرار مجلس الأمن، ثانيا لأنه الغوطة تقع بين الحدود اللبنانية والحدود العراقية مع سوريا، ما في سكان بينها وبين الحدود، وبالتالي حركة القوات الأمريكية حركة سهلة في البادية، تندفع مئات الدبابات تحت غطاء جوي كثيف، وبالتالي شو بصير إذا وصلت الحدود اللبنانية بالعراقية؟ انشطرت سوريا شطرين، وبقيت الغوطة قلعة تهدد دمشق في أي لحظة. لما عمل الحرب في تلك اللحظة وراح نطر لانتهت الغوطة وصارت بيد الجيش السوري، وإجا لعب وسط الكيماوي ليبري ذمته ويزت صاروخين، هذا ما بده يعمل حرب. الفرصة الثانية كانت هي يوم أعلن انفصال كردستان العراق. كردستان العراق الواقع على حدود إيران، الواقع على حدود تركيا التي تعطي مشروعية لدولة كردية في شرق الفرات، بصير في منطقة ساعتها لتكمل فيهم اثنيناتهم على البحر، بصير في لها أساس. القلعة القاعدة ليست شرق الفرات اللي الأكراد فيها أقلية أصلا. كردستان العراق لا، كاملة الأوصاف كمشروع دولة، وتضاريس صعبة وقاسية وفيها نفط وكل شيء. ليش ضيعها؟ واستنجد مسعود البرزاني بالأمريكان أنه الحشد الشعبي يتحرك باتجاه كركوك، نحن قادرين نصده، قادرين نفتح معركة، لكن هذه المعركة ستستجر مواجهة فوق قدرتنا. أنتوا وين؟ رجعوا له قالوا له مثل ما قالوا للمسلحين الجماعات المسلحة في جنوب سوريا، أنه ليس لدى إدارتنا قرار دخول معركة، خذوا القرار الذي يناسبكم وفق حساباتكم ومصالحكم، نحن نقدر الحرج الذي أنتم فيه، فإن وجدتم أنكم قادرون على خوض المعركة خذوها بحساب إمكاناتكم. الكردي قال له لا يا أخي أنا مش قادر، فانطوى وتراجع. وبالتالي اللي ضيع هاتين الفرصتين اصلا، هو من ايمتى عم يحكي عن الغاء التفاهم النووي مع ايران؟ من اول ما ترشح على الانتخابات. كان الوقت المناسب اصلا لالغاء التفاهم مع ايران هو وقت معركه الغوطه واعلان انفصال كردستان ويفتحها. ليش ما عملها؟ فاتته؟ لا اكيد ما فاتته، وضعت على الطاوله وجرى صرف النظر عنها. وبالتالي الامريكي الذي يريد لا يريد الذهاب الى حرب لن يذهب إلى ما يفرض على إيران إغلاق مضيق هرمز ورفع التخصيب، لأن كليهما لا يمكن للأمريكي أن يتعامل معه بأقل من إعلان الحرب. وبما أنه مش قادر يعلن الحرب، فالحل الأمثل هو أنه ما يوصل لهم، أن يبقي الهوامش التي تتيح لإيران أن تبيع نفطها، وهو يتحدث عن العقوبات. طيب فإذا هذا ملف حرب نفسية، ما عاد ملف حرب واقعية، ما عاد ملف الهدف منه خنق إيران، مثل ما كان يوم جورج بوش. يوم جورج بوش راحوا على العقوبات، بس وصلوا بالعقوبات لحد خنق إيران، رجعوا تذكروا أنتوا 2008 والحديث عن إغلاق مضيق هرمز. فورا الأمريكي كوع وفتح دبي أمام الإيرانيين، وهلا رح يخلي أنا بلكم بكرة بتشوفوا إذا مش تركيا بتصير مثل ما كانت دبي بالماضي بمعرفة أمريكا وتحت العين الأمريكية وفي ظل الصراخ الأمريكي. لن نسمح لن نقبل، بس هو يسامح وقابل، لأن البديل فوق طاقته، البديل هو الذهاب للمواجهة. فإذا كان هذا هو حال إيران والعقوبات والحديث عن العقوبات،
وهذا حال اليمن وهذا حال فلسطين. طيب العراق، ما في شك انه بالعراق المحل الوحيد يمكن اللي كانت المحاولة الأمريكية فيه جدية، وبسوريا. هلا بنجي لسوريا ونشرح كيف. بالعراق إلهم سنة بيشتغلوا، من يوم ما استقبل محمد بن سلمان السيد مقتدى الصدر وبدأ يبدو أن هناك مساعي لاستقطاب هذا الثقل الذي يمثله السيد مقتدى الصدر في الساحة العراقية لتشكيل تحالف مناوي إلى إيران، مناوي إلى الحشد الشعبي، وعنوانه حيدر العبادي رئيسا للوزارة، مع مجموعة من القيادات السنية، مع المجموعة الكردية، عملوا حساباتهم وطلع معهم أخذنا العراق، وأنه والله إيران برا، وأنه بعد الانتخابات سيكون متاحا وضع اليد على العراق بصورة دستورية وشرعية، وإخراج إيران من العراق، وإذا مش إخراجها تحجيمها، وإذا مش تحجيمها إضعافها. طيب نحن هلأ عم نحكي والأمور على يعني مشارف النهايات. لعبوا بتأجيل الانتخابات تحت عنوان التزوير وما التزوير والعد اليدوي والعد الإلكتروني، وعملوا المماطلة وعملوا الجلسات الانتخابية اللي زبطت وما زبطت. هلأ الحصيلة شو هي؟ الحصيلة أن رئيس مجلس النواب الذي انتخب هو ممثل تحالف البناء الذي يقوده الحشد الشعبي، وهذا رئيس مجلس النواب هو ممثل المحور الوطني اللي هو أكبر تكتل سني بين نواب العراق، الذي كانت السعودية تدعي بأنه محسوب لها، لدرجة أن واحد المحللين التابعين للسعودية طلع على قناة العربية عم بيقول أنا مش قادر أفسر المشهد، كيف جماعتنا اللي عملتهم السعودية والإمارات وجمعوهم ليكونوا، هو عم يحكي بلغة سياسية طبعا مش مثل ما أنا عم بقول، عم بيقول أنه هاي المساعي السعودية والإماراتية التي بذلت من أجل توحيد سنة العراق ليشكلوا النبض العربي المناوئ للفارسية وإلى آخره، أصبحوا الآن في حضن إيران. طيب نحن ما شغلتنا نفسر لك ليش، بس هاي الواقع. اثنين، الأكراد وكتلة السيد الصدر أخذوا نائب رئيس بنائب رئيس، يعني في اتفاق صار، لأنه كتلة الصدر عندها 50 نائب، كيف أخذت نائب رئيس؟ والأكراد عندهم 50 نائب، كيف أخذوا نائب رئيس؟ كيف هذا جاب 210 أصوات وهذا جاب 184 والرئيس جاب 169؟ جابوهم لأنه في حلف ضمني تم برعاية إيرانية لا طال على نازلة، في الكتلة الكردية والكتلة السنية وثنائية الحشد وسائرون التي يتزعمها السيد مقتدى الصدر، ومعهم باقي الأطراف ما عدا العبادي، كانوا بدهم يعزلوا نور المالكي وإئتلاف دولة القانون، نعزل العبادي اللي هو رجل الأمريكان الأول. وبالتالي الحصيلة التي هي أمامنا الآن أنه في العراق واللي بده يكمل ويتابع سيكتشف، الآن كل المعلومات تتحدث عن أن الدكتور عادل عبد المهدي هو الاسم الأقوى بنسبة 90-95% الذي جرى الاتفاق عليه لرئاسة الحكومة. واللي بيعرف دكتور عادل عبد المهدي بيعرف أنه هو من المقربين جدا من إيران والمقربين جدا من المرجعية، وهو كان يعني صديق ورفيق أيام الشهيد السيد محمد باقر الحكيم اللي كان مؤسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وفيلق بدر اللي كان قائده في تلك الأيام، هادي العامري اللي هو الآن قائد الحشد الشعبي، وقبل ما يتفكك المجلس الأعلى ويصير كان اسمه المجلس الأعلى للثورة الإسلامية صار اسمه المجلس الأعلى العراقي نص، والنص الثاني تيار الحكمة الذي يرأسه السيد عمار الحكيم. وبالتالي خرج الدكتور عادل عبد المهدي من التشكيلات الانقسامية وبقي شخصية وطنية عراقية جامعة. الاتفاق عليه الآن يعني أن محور المقاومة يقود تشكيل الحكومة. هلأ أنه جرت مراعاة الجوانب الشكلية اللي بيطالب فيها السيد مقتدى، أنه ما يكون حدا تولى رئاسة الحكومة سابقا، ما يكون حدا حزبي، ما يكون عظيم. من قلب محور المقاومة تم إيجاد الشخصية التي تلاقي في الشكل هذه المطالب، لكن التي تلاقي في الجوهر خيار المقاومة. طيب المشروع الأمريكي بالعراق شو عنده رهانات اليوم؟ إذا بده يكون رئيس جمهورية من التكتل الكردي الذي انضم إلى حلفاء إيران في اختيار رئيس مجلس النواب وفي تسمية رئيس حكومة، وإذا رئيس مجلس النواب من تكتل البناء، وإذا رئيس الحكومة من كنف محور المقاومة وقوى المقاومة، يعني العراق فشل فيه الأمريكي. وأنا بقدر لكم أكثر من هيك، نحن كنا في الفترة الماضية رغم كل المرارات التي كانت ترتكب من الحكومة العراقية بسبب الإنجازات العظيمة التي كان يؤديها الحشد الشعبي في معركة سوريا،
كنا نراعي عدم الاشتباك مع الحكومة العراقية. الحكومة العراقية بالمناسبة ما في منتدى دولي طرحت فيه مسائل تخص سوريا إلا وبأحسن الأحوال انسحبت، ما صوتت. الحدود العراقية السورية منشور عليها الأمريكان بمعرفة ورضا الحكومة العراقية. من فتحت معابر بالمعنى الحقيقي للمعابر؟ الطيران الأمريكي لا يزال يتحرك بمعرفة الحكومة العراقية فوق أطراف الحدود. الجماعات الكردية في شمال سوريا وفي شمال العراق تتواصل عبر الحدود بمعرفة الحكومة العراقية. وبالتالي الحكومة القادمة، هاي اللي بدي أوصل لأقوله، ستكون أفضل بكثير 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 لسوريا والعراق وإيران من الحكومة السابقة. إذا الحكومة السابقة ما كانت راضية أمريكا وحاسة أنه هزمت في سوريا وهزمت في العراق بمعنى مشروعها في إدامة الحرب على داعش ومنع الحسم مع داعش فشل بظل وجود العبادي، والسبب معلوم أن الجنرال قاسم سليماني وقادة الحشد الشعبي أخذوا قرار بأننا لن نقبل تدحرج داعش من منطقة إلى منطقة بالعراق وفق النظرية الأمريكية، افتحوا لهم باب ينسحبوا منه. ومعركة تل عفر الكل بيتذكرها، الإصرار على أن يدخل إليه الحشد الشعبي لإغلاق المنفذ أمام جماعات داعش من الانسحاب، وكلفت المعركة لأنها معركة كسر عظم، وكان هذا هو القرار. هذا الأمريكي ما بده إياه، مثل ما هلأ هو بده داعش كان تبقى بالرقة وتبقى بدير الزور وتبقى بالبوكمال ويدفش فيها من الرقة على دير الزور، من دير الزور على البوكمال، من البوكمال على البادية، من البادية على تدمر، من تدمر على الرقة، من رقة على دير الزور. وهيك معركة كسر العظم لم تكن مشروعا، ولهذا السبب الأمريكي بشرنا مبكرا بأنه 10 سنين على الأقل. طيب فهو مع حكومة يعني تأتمر بأوامره ما قدر ينفذ مشروعه في العراق، فكيف مع حكومة أقرب بكثير إلى محور المقاومة؟ يعني المقارنة لا تجوز أصلا بين دكتور العبادي وبين دكتور عادل عبد المهدي. أنا أعرف الاثنين، بس أنا بعرف أن الدكتور عادل عبد المهدي مخلص بثقة لخيار المقاومة. وبالتالي إذا هذا هو وضع العراق، وين ربحان الأمريكي؟ تعالوا نشوف بسوريا. عمل حملته الأمريكي وهدد وشال وحط وطلع ونزل، وأنا قلت بالحلقة الماضية أنه كل حسابات الأمريكي كانت قائمة على نقطة واحدة، هي إغراء تركيا. تركيا التي استثمرت على الحرب في سوريا حتى كاد القول ممكنا بأن الحرب على سوريا تكاد تكون حرب تركية، أكثر بلد تورط بهذه الحرب، ولولا المساحات السياسية والعسكرية والجغرافية والاقتصادية التي وظفتها تركيا في هذه الحرب ما كانت هذه الحرب بلغت هذا المدى. اللي رعى الجماعات المسلحة، اللي رعى المستجلبين من القاعدة، اللي رعى كل عمليات التخريب في سوريا، اللي رعى الإخوان المسلمين هو النظام التركي. وبالتالي إذا كان هذا هو وضع تركيا وتركيا هزمت في معركة حلب لأنها خضتها بكل قدراتها، ولما وجدت أنه عليها واحد من اثنين، إما أن تستمر في المكابرة فتكسر وتطرد ولو كان ذلك مكلفا، لكن بدأ أن قرار روسيا وإيران وسوريا وقوى المقاومة بهذا الحجم أنه التركي بدك تقاتل من قاتل، نحن ما بدنا نقاتلك، انكفئ. انكفأ واستدار. هو استدار، ما في شك أنه بحساباته آخر المعارك القريبة منه ستكون حلب وأنه بيستقر بإدلب، لأنه لم يتخيل أن الدولة السورية ومعها روسيا وإيران والمقاومة سيستطيعون تحرير سائر سوريا بهذه السرعة. هو كان مراهن وين يحرروا ليحرروا، لسه في دير الزور ولسه في البوكمال ولسه في الغوطة ولسه في البادي ولسه في الجنوب السوري، انه بياخذوا لهم 20 سنة ليجوا يقولوا لي ادلب. ما عمل حساب هذا التسارع في الانجاز اللي هو بالفعل يفوق كل تصور، بس نحن لانه عايشينه وعندنا ثقة بالجيش السوري وقدرته ما شفنا هذه الأهمية الاستثنائية للزمن القياسي، وهذا الزمن القياسي أربك التركي. الأمريكي مراهن لأنه تركيا هالقد حساس بالنسبة إلى الوضع في سوريا، وهو المكان الوحيد الذي يستطيع أردوغان أن يدعي فيه دورا إقليميا لحكومة حزبه، وهو المكان الوحيد الذي بنى عليه شعارات أصبحت قيدا عليه أمام الرأي العام التركي، ساعة بده يصلي بالمسجد الأموي، ساعة الدولة السورية إرهابية، ساعة يعني صعب عليه التراجع. فراهن الأمريكي أنه الآن هو الوقت المناسب، نضغط
ومنوعد التركي بأنه إذا ثبت وإذا خرج من صيغة طهران يعني صيغة أستانا وترك الروس وترك الإيرانيين من لإله أولا يعني مشروع قانون قرار من مجلس الأمن نضغط على روسيا نحن وياه خلي تاخذ الأمور وقت لكن بالآخر في أمل أنه نقدر نطلع قرار نفوض تركيا في ترتيب الأمور في شمال سوريا. والأمريكي هون بصير بالنسبة له عظيم لأنه إذا شمال سوريا بقي بحضن الأتراك يعني شرق سوريا بقي بحضن الأمريكان، وإذا هون في كانتون لجبهة النصرة هون في كانتون لقوات سوريا الديمقراطية، وكلفنا خاطركم سوريا لأنه عمليا هذا تكريس لبقاء الاحتلال وتكريس للانفصال. طيب التركي حسبها من حواراته المباشرة مع الروسي، طيب نحن مش ماشيين ونحن ما رح نمرقها ونحن سنحشد هيك حكى وسنسلح الجماعات السورية التي معنا طالما الحرب بدها تتم فنحن سنكون في هذه الحرب. فكان الجواب إذن استعد للحرب. قرار الدولة السورية ومعه حلفائها من إيران ومن روسيا ومن المقاومة الحرب مهما كان الثمن، هاي الأرض لا ترجع. أنت بدك مخرج من لإلك مخرج، أما إذا أنت قرارك الحرب ممنوعة فجهز سلاحك. طيب خلينا نأخذ الحالة التركية، ماذا يعني التورط في المعركة؟ مثل ما قلنا بالنسبة للأمريكان كانت الغوطة هي المثال، بالنسبة للتركي حلب كانت هي المثال. بحلب كانت بعد المعارضة اسمها المعارضة، ما كان جبهة النصرة. بحلب كان العالم قيامته مش قاعد، مجلس الأمن على مدار الساعة مجتمع. بحلب الجيش السوري ما كان بعده مخلص كل هالمناطق وماخذ هالمعنويات والرصيد العسكري، ما كانت الجماعات المسلحة بالحالة النفسية المزرية التي هي فيها الآن، ورغم ذلك انكسر في حلب. لذلك مثل ما الأمريكي عم نقول قراره انه بيساوم وبيعلي وبيصرخ ليحسن وضعه التفاوضي، لكن إذا فرضت عليه المواجهة سينكفئ. التركي نفس الأمر. الآن نحن أمام القمة الروسية التركية، وهذه القمة خلصت والقرارات التي اتخذتها القمة تراعي حفظ ماء الوجه للتركي. شو كيف؟ بأنه ما بنعمل المعركة، ومين قال كان الجيش السوري بده يعمل معركة ضربة واحدة؟ ليش بنعمل ضربة واحدة؟ يعني 7000 كيلو متر مربع بينعملوا بتدحرج عسكري واحد؟ بدك تنقي نقاط الضعف والمهمة استراتيجيا وتقول هاي بدي بلش فيها. يعني أي واحد بيمسك الخريطة بيطلع معه أنه من جهة الغرب يجب تحرير جسر الشغور وجبل الزاوية وسهل الغاب، ومن جهة الشرق يجب وصل مطار أبو الظهور بمنطقة الغاب عبر معرة النعمان. من بينه شو بيبقى؟ بيبقى الجاي بالواقع بين الريف الشمالي لحماه وبين خط الغاب إلى مطار أبو الظهور مرورا بمعرة النعمان اللي بيطلع حوالي 1500 كيلومتر، واللي ممكن يكون فيه جماعات مسلحة من جماعات الأتراك هو اللي مسمينه جبهة التحرير الوطنية ومدرجوه، يعني بقايا الجيش الحر وغيره اللي بيقولوا تعديدهم بين 15000 و20000. سيكون هؤلاء محاصرون وسيكون عليهم التفاوض من أجل الانسحاب. أنا بقدر أقول أنه هذا الذي تم إقراره اليوم في قمة سوتشي، أن أردوغان قال أجلوا لي إدلب المدينة وخلي يصير العمل على أطرافها، ولما العمل بصير على أطرافها وبطريقة عسكرية محترفة وتبقى الجماعات التابعة لتركيا محاصرة وعاجزة عن فك الحصار بفوت هو وبدير مفاوضات لتأمين انسحابها إلى عفرين أو جرابلس أو غيرها من المناطق الشمالية، بمنطق أنه الدولة السورية بدها تأخذ جزء من هذه الأرض التي يسيطر عليها المسلحون، تتقرب مناطق الإيغور والتركستان اللي هي في جسر الشغور والغاب راح تكون في المرحلة الأولى، إدلب اللي فيها النصرة راح تكون المرحلة الثانية، واللي الجيش التركي راح يكون مضطر انه يفتح عنها لحتى يصير في سهولة التعامل معها عسكريا. وبكل جولة من جولات المواجهة حول إدلب ولن تكون سريعة بيدخل التركي ليجس نبض. جبهة النصرة جاهز لتسلم، في جزء منها جاهز يسلم، في جزء منها بيقول طيب خدوني على الحدود الشمالية بطلع من إدلب. بصير هون هو دوره، وبالتالي بيكون شريك في هذه المعركة بصفته مفاوضا، بصفته وسيطا، بصفته راعيا، بصفته التي نعرفها جميعا أنه لا يدخل الحرب مباشرة لكنه يشارك فيها، وصولا إلى معادلة
ما بعد إدلب أنه بيكون الجيش التركي والجماعات المسلحة التابعة معه ومن يلتحق به من النصرة، لأنه ما راح يطلع من النصرة ناس يبقوا نصرة، هذا شرط لا رجعة عنه لا عند روسيا ولا عند إيران ولا عند الدولة السورية، وبالتالي سيكون بمناطقه قد جمع المسلحين الذين ينتمون إلى رايته السياسية على عاتقه. هذا الحزام الشمالي اللي هو بالريف الشمالي لحلب والريف الشمالي لإدلب، شو راح يعمل فيه؟ راح يقول انه طيب هاي الجماعات اللي معنا بدنا نبعتها على الحل السياسي، بدها تشارك بالمفاوضات، بده يبيضها لتفوت بتسويات، وبهالأثناء الدولة السورية وروسيا وإيران ماخدين على عاتقهم إنهاء الوضع الكردي، لأنه أمن تركيا مرتبط بإنهاء الكنتون الكردي، لكن أمن سوريا مرتبط بإنهاء الكنتون الكردي، مش كرمال سواد عيونه لأردوغان، هذا مشروع سوريا الأصلي. بالمفاوضات بيكون عظيم، ما مشيت بالمفاوضات بالقوة المسلحة بدها تتم، وبالتالي الأمريكي شو عنده الآن؟ يعني شو الوراء اللي بده يلعب فيها بسوريا؟ إذا أردوغان انتهى أمر الرهان على أردوغان، وبالتالي مسار إدلب ماشي، وخلص مسار إدلب، اجت الناس على أبواب الرقة ودير الزور، شو بدي يقولون؟ بدي قاتل؟ طيب معلومي على الهامش أنه الآن يفاوض الروس على الانسحاب من التنف. ليش بدي يفاوض الروس على الانسحاب من التنف؟ لأنه التركي مشي، هو قال بأنه يجري مناورات في التنف وبأنه لن ينسحب من التنف. ليه؟ ليعطي معنويات للتركي ليصمد. الإسرائيلي عمل غارات الصواريخ ليعطي معنويات للتركي، لا نحن قبل غير قبل، ترى هلأ ناويين على الجد، بس انت ثبات. تركي حافظ الدرس، بيعرف بيدفشوه بيتهربوا وبيتركوه لحاله. مش هيك صار فيه مع الروس لما أسقط الطائرة؟ ما كان على أساس قرار الأطلسي المواجهة، ولما علق لقى حاله لحاله واضطر صار يروح يبرم وراهن، جمعوا لنا حلف الأطلسي، قالوا له لا 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 نحن ما بدنا نخصنا، راح قال لك شو بدي اعمل انا بشغلي 9 شهور راح تفلس تركيا من العقوبات الروسيه، راح لعند الرئيس بوتين واعتذر وعمل الاستداره. وهو الان يعلم ان اي حديث امريكي اسرائيلي سعودي عن نيه خوض المواجهه حتى النهايه هو كذب سياسي وعسكري، عنده خبراء عسكريين وبيعرفوا يقروا ويقولوا له اللي عم نقوله، لو امريكا بدها تقاتل قاتلت بالغوطه، ولو أمريكا بدها تقاتل قاتلت بكردستان العراق، وبالتالي أمريكا لا تريد القتال فلا تتورط أنت في القتال. طيب إذا هاي اللعبة الخداعية لاستدراج تركيا وإعادة لمها سقطت، طيب شو بقي عنده الأمريكي أوراق في سوريا؟ بينطر لتنتهي إدلب ولتصير الناس على حدود المنطقة الشرقية ونبلش الهجوم؟ يعني بعد 3 أشهر بتكون الناس على أبواب الرقة وعلى أبواب دير الزور وعلى أبواب البوكمال، يعني على أبواب المناطق اللي تحت سيطرة الأكراد والاحتلال الأمريكي فيها، وبتقول لهم يا مفاوضات يا مواجهة. شو بيقول لهم؟ مواجهة؟ لا، بيقول لهم مفاوضات. هو يجب أن يستعد من الآن للمفاوضات، وأنا رأيي هو يستعد، واللي ببلش يفاوض على التنف فإذا هو عم بفاوض على شرق الفرات. وبالمناسبة أثناء معركة جنوب سوريا، للي لازم نذكرهم شو اللي صار وقت المعركة بجنوب سوريا، ما صار انه العرض الذي قدمه الامريكيون والاسرائيليون انه بفوت الجيش السوري وايران بتنسحب هي وحزب الله الى مسافة 80 و100 كيلومتر، وعندها بيستلم الجيش السوري محل الجيش الامريكي في التنف، اللي ما قبل هو الدولة السورية، لانها لن تساوم على حلفائها، لان التحالفات هي الهوية. يعني مثل ما بيقول الإمام علي، قل لي من تصادق أقول لك من أنت، قل لي من تحالف أقول لك من أنت. هون التحالفات مش موضوع مزاملة أو مشوار طريق أو صداقة، التحالفات هنا هوية. يعني عندما ترتضي سوريا خروج إيران وقوى المقاومة فيتعلن خروجها من محور المقاومة بأن تجعل قوى المقاومة على ضفة الخاسرين في هذه الحرب، وطالما أن سوريا قضيتها هي بناء ميزان قوة بوجه إسرائيل فهي معنية بأن حتى لما لاعتبارات وطنية سورية بدها تقول لإيران ولقوى المقاومة يعطيكم العافية، هي تريد أن تفعل هذا دون أن يبدو مكسبا لإسرائيل، يستحيل أن تفعله وهو يبدو مكسب لإسرائيل. وبالتالي
المعادلة اللي يعني ترسمها أحداث المنطقة وترسمها التطورات أنه ما في إمكانية تحصيل مكاسب لإسرائيل، والتطورات التي تسير باتجاهها أحداث المنطقة بكاملها، أنه المشروع الأمريكي واصل كما يفاوض الآن على التنف، كان وقتها قايل بفاوض مقابل انسحاب إيراني. طيب ما في انسحاب إيراني، والدليل أنه الإسرائيلي عم بيقول أنه عملنا غارة على مطار دمشق لأنه فيها مراكز إيرانية، ويوم يفترض لما بتقول بعيد 100 كيلومتر يعني بعد دمشق تكون، معناتها وجود بدمشق يعني إذا أخذنا روايتهم أنا لابد يقول فيه والله ما فيه. وبالتالي إذن الأمريكي عندما يفاوض على التنف فهو يفاوض على مبدأ الوجود، هو بدأ يدرك مع تثبت موقع أردوغان في الحلف مع روسيا أنه الأمل من إعاقة تحرير كامل الأراضي السورية وإعادة وحدتها أمل مفقود، لأنه هو بده تركي يتولى المواجهة مع روسيا وإيران والدولة السورية. طيب رهانه باليمن خائب، رهانه بفلسطين خائب، رهانه بالعراق خائب، رهانه بالعقوبات على إيران خائب، رهانه بسوريا خائب، شو بقي؟ رهانه بلبنان. شو الرهان بلبنان؟ انه منعطل الحكومة، عظيم، تحت عنوان يا بتعطونا اللي بدنا اياه يا ما في حكومة، كمان عظيم، اللي حمل سنتين ونص بلا رئاسة جمهورية بيحمل 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر بلا حكومة. هاي ورقة لا تبتز بها قوى المقاومة أكيد، ولا رئيس جمهورية. تلت اللي بدك تخرب فيه الحكومة ما حتحصل عليه، وبالتالي بياخد 11 وزير هو وحلفائه، ايه بس باسمه بيكون اولا سعد الحريري، اسقاط الحكومة بده يستقيل، يعني ما بيقدر يعطل نصاب الحكومة وهو قاعد على رأس الجلسة ويقول عدولنا الموجودين، ويطلع انه الموجودين هني 19 ناقص 11. هو هيك بده يركب الحكومة، هو بده يركب الحكومة انه يكون الموجودين بأي لحظة يريد، اذا في مناقشة العلاقات اللبنانية السورية غمزي منه، غابوا 11 وزير، غابوا 11 وزير هو قاعد كرئيس حكومة عامل واجباته، لانه هو اذا استقال ما عادش يجي رئيس حكومة، الاغلبية النيابية ليست معه، لذلك لازم الصيغة هو ما يستقيل بس يكون في معه 11 وزير بيغيبوا بالإمرة، وال11 وزير اللي بيغيبوا بالإمرة بدك تبحث مواجهة المشروع الأمريكي للتوطين بيغيبوا، بدك تبحث عودة النازحين السوريين بيغيبوا، بدك تبحث فتح معبر نصيب واستفادة لبنان منه والحاجة لعلاقة طيبة بين الحكومتين السورية واللبنانية بيغيبوا. رئيس جمهورية لن يقبل هذا. طيب شو بده؟ شو الخيار قدامه سعد الحريري؟ ما بدي فوت بنقاش صلاحيات، بدي يقول كيف ما برمتوا الصلاحيات الدستورية، في شيء أكيد أنه مرسوم تشكيل الحكومة بده توقيع الرئيسين، هلأ بيطلع معه سعد الحريري أنه هو اللي بيشكل الحكومة ورئيس جمهورية ما إله حق يعطله ولازم يوقع له، يا أخي ما حيوقع لك، شو بتعمل؟ هيك من الآخر، ما الدستور بيعطي حق إذا مشروط بيحدد، مجرد أنه قال يشكل الحكومة بالتوافق مع رئيس الحكومة أنه رئيس جمهورية بصلاحياته ويوقع مرسومها إلى جانب رئيس الحكومة، طيب هذا الحق الدستوري رئيس الجمهورية لن يقبل بأن يوقع حكومة لا تتطابق مع شروط وضعها هو، روح حاسبه إذا فيك تسقطه سقطه، أصلا اللي فيه سقط التاني أنه في أغلبية نيابية بتسقط رئيس حكومة، بس رئيس جمهورية ما حدا في سقطه قبل نهاية الولاية، بالتالي قدر رئيس الحكومة إذا أراد أن يشكل حكومة وأن يرأس حكومة اليوم بكرة بعد شهر بعد 2 بعد 5 أن يتفق مع رئيس جمهورية. رئيس جمهورية من الآخر من الآخر لن يوقع مرسوم لتشكيل حكومة تنال فيه القوات اللبنانية 4 حقائب، 3 حقائب ووزير دولة بينظر فيها، لن يوقع مرسوم تشكيل حكومة ينال فيها وليد جملاط 3 وزراء دروس، لأنه الطائفة اللي بينحصر تمثيلها بطرف واحد بيقدر هالواحد ساعة اللي بده يغيب يقول الدروز مش ممثلين على طاولة مجلس الوزراء، فالقرار يناقض مقدمة الدستور التي تنص على لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. رئيس جمهورية قاطع في هذا، أنه 2 والوزير طلال إرسلان هذا الحد لا تنازل عنه، 3 أن السنة الموجودين نواب السنة الموجودين خارج تيار المستقبل هم 1/3 نواب السنة وزيادة 1،
يعني من 27 هني 10. وبالتالي ما في إمكانية لتشكيل حكومة بدون تمثيل هؤلاء. هذا يعني أنه حكومة تلبي هذه المواصفات بدها تولد بعد شهر بعد 2 بعد 3 بعد 5. في عنده حل واحد رئيس الحكومة، أنه يقول لا أنا ما بمضي بستقيل، أو أن يبقى رئيسا مكلفا وما تتشكل حكومة شهر واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. طيب وبعدين وستة وبعدين؟ يا بيعتذر وبيستقيل هو، يعني يستعفي عن تشكيل الحكومة الجديدة وبتصير استشارات نيابية ويجري تسمية سواه، أو بيروح بيتفاهم مع رئيس الجمهورية على الحكومة الجديدة. ما في حل ثالث. وبما أن رئيس الجمهورية ثابت وخياراته ثابتة، فإذا قدر رئيس الحكومة أن يقبل. عشو كان مراهن سعد الحريري على المانعة؟ كان مراهن على أمرين. الأمر الأول مثله مثل كل فريقه، أردوغان. بركة أردوغان بيوقف بيقلب، إذا قلب أردوغان تغيرت المعادلة، صارت المعركة السورية معركة قاسية ومكلفة وطويلة الأمد ومش معروف أمتى بتوصل لنتائج، وبالتالي انتصارات محور المقاومة التي تنعكس على موازين القوى السياسية في لبنان، لأن حزب الله شريك أساسي في المعركة، وسوريا هي يعني المظلة المشتركة للكثير من الحلفاء اللبنانيين في محور المقاومة. المنطقي والطبيعي أن انتصارات سوريا تدفعهم معنويا إلى الأقوى، وتعثر سوريا يدفعهم معنويا إلى الأدنى. فهذا رهان انتهى. الرهان الثاني العراق، أنه مثل ما حكى هو أصلا، قال أنه قاسم سليماني يخسر في العراق جاي بده يربح بلبنان. طيب يا سيدي قاسم سليماني يربح في العراق، وهو يربح، مش أنا عم أقول، السعودية عم تقول، عم تقول نحن ربيناهم وجمعناهم وسويناهم لنواجه إيران فيهم، وإذ تاني يوم طلعوا نايمين بحضن إيران. طيب الرهان الأخير 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 كان المحكمة الدولية، أنه المحكمة الدولية تأتي لو بالتزوير لو بفبرك التقارير، المهم أن تجي بما يمكن تسميته أدلة إثبات. اليوم اللي استمع لمرافعات الدفاع اللي كان موفق جدا في الحقيقة، مسحت الأرض فيه للإدعاء العام بالفعل أنه ما في، وأنا قلت هذا الكلام، لكن اليوم هذا الدفاع بقلب المحكمة، ورئيس المحكمة ما قدر أنه يطلع من التسليم بالعديد من النقاط التي طرحها الدفاع، لدرجة بات في شكوك حول بيقدروا يطلعوا حكم ولا لا، حتى على الأفراد مش على حزب الله. والأفراد أنفسهم مهيئين لتنفيذ عملية في سياق سياسي ما في ولا إثبات عليه إلا مجموعة فبركات لمروان حمادي ووليد جملاط وفؤاد السنيورة، أنه بيجي واحد منهم بيخبرك أنه هو بيعرف شو صار بين الرئيس الأسد وبين الرئيس رفيق الحريري بجلسة هني ما كانوا فيها. بيجي واحد وحكيت لكم اللي صار معي، انه بيجي حدا انا قاعد انا والرئيس الحريري باربع شباط، بيطلع معه الادعاء العام انه هذا اللقاء كان لإبلاغي بانه انا مش 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 حأورد على وائح الحريري. طيب ما هو قايله قبل بشهرين، واذا في حدا بيعرف شو صار باللقاء انا والحريري، والحريري الله يرحمه في انا موجود، سمعتوني؟ لا. طيب في تسجيل، انشروا، ما انا تحديتكم تنشروا التسجيل لهذا اللقاء، لانه سيكشف اسرارا واسرار، سيكشف أنه ما تقولونه أن الرئيس الحريري كان يريد خوض الانتخابات ضد سوريا بهاللقاء، هو يطلب مني المساعدة والمساهمة لإعادة لم الشمل لحلفاء سوريا لنخوض الانتخابات معا. فأنتوا رح تنكروا أنه في تسجيل، حتى لو في تسجيل لما يطلع هالكلام رح تنكروا أنه في تسجيل، لأنه التسجيل بده يبين شو حكي عن قرنة شهوان، وبده يبين شو حكي عوالي جملاط لما بقله أنا أنه دولة الرئيس تمام، هلأ طالما اتفقنا وأنا رح أنقل هذا الاتفاق للرئيس بري ولسماحة السيد وللأخوة بالشام، فإن شاء الله بكرة بيركب، وأنا بتعرف يعني سوريا بتعرف قديش أنت بهمك أمر وليد جملاط، بعتقد مجرد هذا الشيء يمشي حتى كرمالك موضوع وليد جملاط بصير التغاضي عنه وبيرجع بينفتح الباب لعودته. وقال لي انساه لوليد جملاط، انساه وليد جملاط صار بمحل تاني، بعدين بنبقى بنحكي، يعني بديش حول الحلقة على الموضوع. قلت له طيب بصير فرصة تلعب دور كما لعبت سابقا بين سوريا وفرنسا. قال لي حتى شيراك انسى.
فهني ما راح يطلعوا انه في تسجيل، وانا عم بتحداهم، ولا قدامكم عم بتحداهم، وكتبت وانا اتحدى، واني ترجموا المقال وانا ترجمته ونشرته. ليش ما بيطلعوا تسجيل؟ لانه فضيحتهم. طيب اذا ما بدهم يطلعوا تسجيل، فيهم يخبرونا مين اللي عرف لكان؟ يعني بدهم يقولوا ما في تسجيل. طيب انت يا محكمة، يا قاضي القضاة، انت في اثنين بهاللقاء، انا والرئيس الحريري، فيش معنى ثالث. وسام الحسن دخل لعشر دقائق، وانا طلبت من لجنة التحقيق الدولية وقت اللي مثلت امامها، غصب عنها مثلت امامها، قلت له جيبوا وسام الحسن واسألوه هل جاء بجلسة لقائي مع الرئيس الحريري بطلب من الرئيس الحريري ليبلغني ما الذي جرى مع الدكتور فارس سعيد، ويقول عن لسان الرئيس الحريري انه لا، اذا قصتكم مع سوريا 1400 سنة يا فارس او يا حكيم، فهي قصتكم مع الاسلام كله والمسلمين كلهم، لانه لا كان في حزب بعث، ولا كان في رئيس حافظ الاسد والرئيس بشار الاسد، كان في الفتح الاسلامي في تلك الايام. وليقل لي هو بحضور وسام انه انا هول بدي حط ايدي بايدهم، هو بيستعملوا العداء لسوريا ليقاتلونا كمسلمين وانا اعلم هذا. وعم يحكي عن طبعا هذا اللون السياسي، مش عن المسيحيين، عم يحكي عن قرنة شهوان. بالتالي طيب ما رح يطلعوا التسجيل، ما رح يطلعوا لانه فضيحتهم. طيب اذا جاوبوا من اين الكلام؟ معقول انت قاضي بتنسب كلام كذب؟ يعني انه انت بتعرف مين اللي قال لك؟ شو صفته ليقول لك؟ ما اذا اجا واحد وقال لك انه الرئيس الحريري بعت ورا النائب ناصر قنديل ليقول له انا ما رح اخدك، عظيم، تقول له شو عرفك؟ يا بده يقول لك كنت باللقاء، بدك تحقق كان والله ما كان. طيب ما كان باللقاء، بدك تسألني لي ليش ما سألتني؟ ما انا قايل انا بمحاضر لجنة التحقيق وارد كلامي. فاذا الرهان على المحكمة، وانا بجزم انه حكي سعد الحريري عن المحكمة بهذا الهدوء وبهذه العقلانية هو لانه صدم، انه هوائي كل هالادعاءات. والذي يستمع اليوم لبيان الدفاع وحجج الدفاع يقتنع بانه هذا كلام منطقي، هذا كلام منطقي. بتقلي اللي اشترى السيارة مجهول، وبتقلي الانتحاري مجهول، وبتقلي لانه ليك لانه خطوط ليكم الا قصة، لانه خطوط التليفون اللي المدعي العام افترض بانه هي لاحد المتهمين، وثبت عنده انه احد المتهمين سافر على الحج بوثائق وراء لجنة الحج، ومن ثم العبور عبر الامن العام، ومن ثم الدخول على السعودية والعودة منها، ومع مرته ومع بنته، ومرته وبنته موجودين، طلع معه انه لا، يعني هل قال له يعني اللبن اسود؟ قال له اسود. انه طيب الزلمة ما كان موجود؟ لا، بما انه خطوط التليفون اللي هو حضرة المدعي العام بيزعم بانه هي لهذا المتهم، وبقيت هالخطوط تشتغل، فاذا هو ما راع الحج. عندك دليل؟ لا، الارجح انه زور لشخص اخر ذهب. ولك روحوا اسألوا حدا بيفهم بالاسلام، معقول الزوجة تذهب مع رجل غير زوجها وزوجها على قيد الحياة، والسعودية بيمروا عليها جواز سفر مزور، ولجنة الحج اللي بتعمل الوثائق وبتقابل الشخص وهي بتحط الصورة تابعة للي يغتاله، والسفارة السعودية مشاركة؟ يعني في يعني في شيء ما بيركب بعقل، انه واحد انت عم بتقول انه هاي خطوطه، وهي الخطوط اشتغلت تك 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 بهذه الايام، بيجي حدا بيقول لك بس هذا ما كان بالبلد. بدل ما تعيد النظر بالاستنتاج تبعك، بركي هي مش خطوطه، بيطلع معك الاستنتاج انه هو لا كان بالبلد، واللي سافر حدا غيره. فكله يعني تفاهة وهشاشة لدرجة يطرح السؤال ماذا بعد؟ شو بعد بده ينطر سعد الحريري؟ ألم يرى المشهد العراقي؟ أنا رأيي بلا، شاف وهو يعلم جيدا، مثل المشهد الباكستاني. لذلك أوراق القوة الأمريكية كلها تنهار، وسيصل الأمريكي، وهذا اللي سجلوا علي، سيصل الأمريكي إلى تشرين تاني الموعد المفترض للعقوبات العظمى التي ستختنق فيها إيران، ويكون انطلق جنيف حول سوريا، سجلوهن، وانطلق جنيف حول اليمن، والموقف الفلسطيني في ذروة المواجهة،
والحكومة العراقية الجديدة أقلعت، وإيران في ذروة القوة. ودي يجي حدا يخبرني أنه في تلك اللحظة الأمريكي سيذهب إلى خنق إيران لتغلق مضيق هرمز ولترفع التخصيب اليورانيوم ويصبح مجبرا على الذهاب إلى الحرب؟ لا، الأمريكي سيتراجع وسيجد المخارج، مثل ما التركي اللي عيط وزيط باجتماع قمة طهران تراجع ووجد المخارج، والمنطقة بات محسوما لها وجهة واحدة، هي وجهة انتصار محور المقاومة وتثبيت المرجعية الروسية في إدارة ملفات المنطقة. ومن يحلم بأن يحصل لإسرائيل على مكاسب في الأمن والسياسة والاقتصاد من محور المقاومة هو مجرد واهم ومشتبه. لا يمكن الوصول إلى تسويات بين محور المقاومة وإسرائيل. نقطة على السطر، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. سلام القدس عليكم دائما وأبدا. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. 60 دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع. مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. 60 دقيقة مع ناصر قنديل.